اليوم الثالث لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الصينية بكين، استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كذا سبل دفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.